أهلا بكم من جديد. ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر خلال ترأس سموه لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة المبادرات والمرئيات والدراسات المقدمة من الغرفة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال وتمكينها من تجاوز الآثار والتداعيات التي خلقتها جائحة فيروس كورونا على القطاع الخاص. وأكد السيد سمير ناس رئيس الغرفة على أنهم سوف يسخرون كافة جهودهم وطاقاتهم لمساندة قطاعات الأعمال في مملكة البحرين ومساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تجاوز التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة. فتح مجلس المناقصات والمزايدات مضاريف 16 عطاء لأربع مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 5 جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح فتح مناقصة لهيئة الكهرباء والماء، كما تم فتح 3 عطاءات لمزايدة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن إدارة وتشغيل مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديدة. وقامت لجنة الفتح بفتح 3 عطاءات لمناقصة لشركة مطار البحرين بشأن تصميم وتوريد وتركيب خيام لمطار البحرين الدولي. أما في قطاع النفط والغاز فتحت اللجنة مناقصة لشركة نفط البحرين بابكو. أعلنت بورصة البحرين إصدار دليل معايير الإفصاحي البيئي والاجتماعي والحوكمة والاستدامة الاختياري لتقارير الشركات المدرجة، ويهدف دليل تقارير الاستدامة إلى تعزيز الوعي بأهمية ومزايا تقارير الاستدامة والإفصاح ومساعدة الشركات المدرجة على مراعاة قضايا الاستدامة في تقاريرها، الأمر الذي يساهم في تلبية متطلبات المستثمرين من الشركات لمعلومات الاستدامة. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إنهم يتطلعون إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال البحريني عبر دعم وموائمة الشركات المدرجة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. طيران الإمارات تكشف محادثات لإمكانية السفر إلى بعض المدن من غير حجر صحي. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1279 نقطة بارتفاع بنسبة 32%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,341,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 396,000 دينار تم تنفيذها من خلال 53 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أغلقت جميعها في المنطقة الخضراء، وكانت أبرز المتقدمين سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.5% تقريبا. أكد صندوق العمل تمكين أن العمل جار بشكل حثيث على الانتهاء من مراجعة وتقييم كافة الطلبات التي تم استلامها منذ الإعلان عن انطلاق برنامج دعم استمرارية الأعمال في إبريل من العام الجاري. وقال الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أنه تم إطلاق البرنامج بميزانية تقدر ب40 مليون دينار، وذلك بهدف دعم المؤسسات الأكثر تضررا من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما يضع على عاتق تمكين مسؤولية كبيرة في التحقق من وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال التركيز على تقييم الطلبات وفقا للآليات المحددة مسبقا. أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد راشد الزياني ونيابة عن جميع أعضاء الجمعية عن تأييدهم ومساندتهم لجميع المبادرات الحكيمة التي يتخذها جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على سبيل رفعة ونهضة مملكة البحرين. وأشار الزياني إلى أن مرئيات ومقترحات جمعية رجال الأعمال البحرينية تضمنت على رؤية شاملة لتحفيز العملية الاقتصادية، وشملت على عدد من المبادرات المهمة للعديد من القطاعات التجارية والصناعية والعقارية. نجحت المملكة العربية السعودية في الارتقاء إلى مرتبتين في المؤشر السنوي للتنافسية هذا العام الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متقدمة على دول مثل اليابان وفرنسا وإسبانيا، وذلك رغم آثار جائحة كورونا على اقتصادات العالم أجمع. ومن بين الأمور التي ساهمت في تحسن موقع السعودية في المؤشر هي رسملة سوق المال التي يرجع الفضل فيها لإدراج حصة من أسهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية تداول. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل الرضا عن محادثات تجري في الوقت الحالي لدراسة إمكانية فتح السفر إلى مدن محددة دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي وفقا لأوضاع فيروس كورونا على مستوى تلك المدن. وقال الرضا أن سماح دولة الإمارات العربية المتحدة باستئناف الحركة بتاريخ 23 من شهر يونيو الجاري وفق ضوابط ستعلن عنها لاحقا، سيرفع وجهات الناقلة بشكل واضح عن 30 وجهة المعلنة سابقا. وأضاف أن طيران الإمارات ستقوم وبدءا من شهر يوليو بتشغيل رحلات إضافية لوجهات متفق عليها في دولة الإمارات وبعد الموافقات من الدول الأخرى.